السلام عليكم اخوة، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه زهير تيك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه اعداد راوتر زي تي او هاش 267 ان اللي كيجينا من شركه انوي. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم فيغراسيو على خط اتصالات المغرب. اذا اول حاجه كنديروها هي كنكونيكتيو الروتر ديالنا مع الحاسوب عن طريق كابل ار جي 45 وكذلك كابل ديال الادي اس ال. كنتوجهوا للحاسوب ديالنا وكنفتحوا متصفح جوجل او موزيلا، كنمشيو لخانه البحث ونكتبوا 192.168.1.1 هذا الاي بي ديال الروتر، وكيطلب منا الروتر ندخلوا اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم فهو ادمين، اما بالنسبه للباسورد فهو inui@zto123. كنضغطوا على كونيكتي او كونيكسيون. هنا كدار معنا هذه الواجهه ديال اليوزر نيم والباسورد ديال الروتور باش نبدلوه، ما كاينلاش، نديرو انيلي ونتوجهوا للصفحه المواليه. اذا كما كتشوف دخلنا للروتور ديالنا، دخلنا للاعدادات، كنمشيو للبارامتر 1. كدار معنا هاد المعلومات اللي داخله هنا فيت هذا الروتور كانت فيه كونفيغوراسيون، غادي نحاولوا نسوبريمي جميع هاد الكونفيغوراسيون اللي كاينه في الروتور. تقريبا راه كاينين شي 6 ولا 5، غنسوبريميهم كاملين. اذا من بعد ما مسحناهم كاملين كنمشيو نكليكو على كري، كنجيو النوم دو كونيكسيون، كنديرو فيها اي حاجه على سبيل المثال، دير فيها سميتك او دير فيها ايام، دير فيها اللي بغيتي. على سبيل المثال انا غادي ندير مثلا ويفي. كنجيو للفي بي اي والفي سي، كنديرو فيها 8 35، وكننزلو لاسفل، ما كنقيسو حتى شي حاجه، كنزلو لاسفل، كنخلي الاعدادات كما هي. كنجيو النوم دي نوم دو تيليزاتور والباسورد، كنديرو فيهم سي اي 0013. كاين اللي كيدير كازا 24، كاين اللي كيدير تيست 2009، انا من الاحسن كندير سي اي 0013. كنخليو هاد الاعدادات كما هي، ما نغيرو حتى شي حاجه، وكنبركو على ابليكي. اذا الاعدادات ديالنا تمت بنجاح. حاليا دابا غادي نمشيو نرجعو للصفحه الرئيسيه ديالنا. كنتوجهوا للبارامتر ولان، كنجيو كونفيكيراسيو اس اس اي دي ولان. هنا كيعطينا المعلومات ديال الويفي، عندنا الويفي سميتو ويفي 12، حنا غادي نحاولوا نغيروه او نخليه كما هو، نسميوه مثلا ويفي 55. اما بالنسبه للباسورد كنغيروه حتى هو، غادي ندير فيه مثلا 2 2 4 4 6 6 8 8. كنديرو ابليكي. عندنا ويفي واحد اخرى اكتيفي، غادي نرجعو اوف. عندك 4 ديال الويفيات هنا، يمكنك تختارهم حتى 4 بيهم، حنا غنخليو غير واحد باش نتيستيو. نضغط على ابليكي اوكي. اذا الاعدادات ديالنا ها هي دي واجده، كونيكسيون خدامه في البيسي. غادي نسيوها، غادي على سبيل المثال نديرو جوجل، نكتبو في محرك البحث جوجل شي حاجة مثلا سامسونج، أو لا مثلا نديرو إنوي كاع إنوي. إذا الويفي ديالنا هو خدام، غادي نسيو كذلك على الهاتف ديالنا. إذا الويفي ديالنا هو طلع لنا ويفي 55، غادي نكتبو الكود ديالنا 2 2 4 4 6 6 8 8. كونيكتي. إذا كيف تشوف معنا كونيكسيون ها هي كونيكتي. وكذلك اللي بغى الطريقة الصحيحة لتحويل هذا الروتر ديال زد تي او من ادي اس ال الى بوان داكسي، غادي نخلي لكم الفيديو في الوصف. هكذا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى يكون الإعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس باش توصل بكل ما هو جديد. مع السلامة.